وانتقل في صيف عام 2006 مع الانتقالات الصيفية لفريق نادي برشلونة. خاطئة جوديانسن يلعب كرة عرضية في محاولة في الأمام أيضا ميسي المرور الأول ناجح ميسي التسديد الله هدف جميل في الدقيقة 15 هدف ثاني لبرشلونة يأتي عن طريق ليونيل ميسي عندما استلم الكرة كان من الواضح أنه يريد المرور وأنه يريد التسديد بعد ذلك بالفعل يتقدم بشكل ممتاز مرور مهاري جيد في البداية من الدفاع ادخلاله أيضا الفريق مع حارس المرمى الطريق أمام حارس المرمى نشاهد التسديدة مرة أخرى مرور أول جميل والتسديدة على يمين حارس المرمى إذ ماكلامبي والهدف الثاني لصالح فريق نادي برشلونة على يمين حارس المرمى لفريق نادي هيبرنيان اللاعب إيف ماكلامبي هدف ثاني لبرشلونة يأتي عن طريق النجم الأرجنتيني